الحمد لله على كل حال. تعرف احنا سيدنا المباراه 90 دقيقه، يمكن كان الطرف الوحيد احنا هم، يمكن ما حصلوا فرص، يمكن كرتين يمكن انا سبب الخطا بيهن، غيرها ماكو. بس تعرف كره القدم انت يوم تكون تركيزك عالي تنقذ الفريق، يوم يكون انت تعرف السفر وهذا لها دور انه ارهقنا، بس هذا مو مبرر انه نتحمل. احنا اتحمل كحارس واعتذر للزملاء والكادر التدريبي، ان شاء الله انه المباراه القادمه ان شاء الله نعوض وتركيزنا يصير اعلى ان شاء الله. عصيبة صارت بعد الدقيقة 30 صراحة، بعد حالة الطرد اللي نشكك بها، لكن اكو عدالة واكو فار هو يمكن اللي يحكم. لكن احنا ال 30 دقيقة الأولى يمكن الفريق كان متقدم 2-1 ومباراة تصير بشكل طبيعي للفريقين، لكن نقول الحمد لله وشكر. بعد الطرد هي اللي غير وضع الفريق كله، يعني حتى تبديلاتنا نشوفها كانت ميزتها دفاعية أكثر مما هجومية.